السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. وإياكم. حفظك الله من كل سوء. وإياك والمسلمين. أقول لا فضفوك، جزاك الله خير على كلام جيد ومسدد. الله يحفظك كثير من أمثالك. وإياكم. أقول يا شيخ مصطفى حفظك الله، الذي يتصل يقول حلفت بالطلاق، أليس هذا حلف بغير الله ولا يجوز؟ بل الواجب عليه أن يقول والله إذا فعلتي لا فأنت طالق، يعلقه باليمين بالله، لا يقول أني حلفت بالطلاق. هو تجوزا، بارك الله فيك وحفظك، تجوزا يقولها السائلون بارك الله فيك، وإلا معلوم في اليمين المنعقدة، إذ الله قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أن لها شروط، منها أن تكون بالله أو أسمائه وصفاته، منها أن يكون الحالف عاقدا القلب عليها، منها أن لا يكون مكرها، منها أن تكون مستقبلية. هذه بعض شروطها، أولها أن تكون بالله وأسمائه وصفاته. فلكنهم يقولون ذلك تجاوزا، حلفت بالطلاق، حلفت بالظهار، وبعض الفقهاء يسير هذا المسير، والله أعلم. السلام عليكم.